السلام عليكم، ازيكم يا فنانين الكوكب؟ معاكم محمد ابراهيم. النهارده الجزء الثاني من تعليم الالوان الخشبيه الرخيصه جدا في رسمه الكبير قوي، ولازم عشان تستفاد من الكورس كامل يا ريت تسمع الجزء الاول، هنزله لك في صندوق الوصف، وهنزل لكم كمان الرسمه بتاعت احمد مكي بخطوط التبسيط عليها عشان تبداوا تنقلوها معايا وتلونوها بسهوله جدا. طبعا اتكلمنا عن دمج الالوان الخشب في الجزء الاول، هنكمل الجزء الثاني برضو نفس الموضوع. وزي ما شفنا في اول جزء ان الرسم بالالوان الخشبيه ما فيهوش اي مشكله وسهل جدا، بس عايز شوية تركيز بس، وهتلاقي نفسك بترسم بسهولة جدا. طبعا يا جماعة الناس قالتني على الالوان دي كان سعرها كام. الالوان دي يا جماعة كنت شاريها بسعر رخيص جدا، 12 جنيه بس. الالوان دي ممكن يحل محلها في بريكاسل، والالوان دي زي ما قلنا في اول جزء اسمها بنتلك لو حد عايز يشتريها. طبعا بنرسم الانف المره دي، وهنشتغل فيها برضو بنفس الطريقه ونفس الاسلوب اللي احنا اشتغلنا بيه في اول جزء، ان انا ببدا اضيف الدرجه الفاتحه، بعد كده اضيف عليها الدرجه الغامقه، وهنكون البشره هنا معانا المره دي من اللون الفلاش او البيج، بعد كده نضيف عليه اللون البرتقاني المره دي، بعد كده نحط عليهم اللون البني. ودرجات البشره دي يا جماعه مش ثابته، دي حسب الصوره اللي بنقل منها، يعني في ساعات البشره بيخش فيها اللون البامبا والاحمر، فحسب الوش اللي انا بنقل منه بختار درجات البشرة بتاعتي، لان في حاجات في الرسم مش ثابتة، يعني مش حاجات قوانين ثابتة بنحفظها. واكتر حاجة بتساعدك انك تطلع الدرجات صح هي تشغيل عينك كتير، وانك ترسم كتير بالالوان. ركزوا جدا مع اتجاه الخطوط وانا بظلل. موضوع يا جماعه الالوان بالذات محتاج استمرار، لانك عايز تتدرب كتير جدا، مثلا تشوف اللون ده مع اللون ده بيطلع ايه وهكذا. وان شاء الله بحضر لكم فيديو جميل جدا للالوان، يعني تقريبا ما اتعملش على اليوتيوب خالص، لدرجات الالوان والتدريج بتاع الالوان وازاي نحضر الوان فرعيه من الوان اساسيه وهكذا. هنا طبعا كل شغل ان انا بدات اضيف الدرجه اللي هي الفلاش الفاتحه الاول خالص اللي هي البيج دي، بعد كده بدات اضيف عليها اللون البرتقاني، بعد كده ضفت عليهم اللون البني. اهم حاجة في الالوان انك تكون باري القلم كويس جدا عشان تقدر تجيب التفاصيل بسهولة خالص وانت بترسم. وتاني حاجة في الالوان الخشب مهمة برضو، انك ما تضغطش على القلم طول ما انت بتدمج الالوان، لانك كل ما تضغط على القلم مسام الورقة ما بتستحملش معاك دمج الالوان كتير، فعشان تدي نفسك فرصة كتير لدمج الالوان لازم ما تضغطش على القلم الخشب وانت بتلون بيه. ولكن كل العملية وانت بتلون بالالوان الخشبية انك بتضيف الوان فوق بعضها، بتبدأ من الفاتح وتدرج عليه الغامق، تمام؟ يعني هنا ما ينفعش ابدا بالبني بعد كده اضيف عليه درجه البيج، لازم ابدا الاول خالص بافتح درجه معايا اللي هي البيج، وبعد كده ادخل فيها اللون البرتقاني، وفي الاخر خالص اقفل باللون البني. ممكن كمان لو عايزين ندمج ونقفل مسام البشره اكتر، نشتغل في الاخر على الثلاث درجات دول تاني بالقلم البيج، تمام؟ يعني بدانا الاول بالقلم البيج اللي هو الفاتح خالص، بعد كده بنبدا بالبرتقاني اللي هو اغمق منه شويه، وبعد كده بنضيف على الفلاش واللون البرتقاني اللون البني، بعد كده في الاخر لو عايزين نقفل مسام الورقه خالص ونخبيها كويس بنشتغل رابع مره باللون البيج. الالوان الخشبيه يا جماعه ممكن تبقى قريبه شويه من خامه القلم الجاف في حاجات معينه، مثلا ان انا ببدا هنا في الغامق وبدرج منه للفاتح، تمام؟ الجاف برضو نفس الموضوع. في ناس كتيرة بتستخدم قلم ابيض وهي بتدمج الالوان، بس انا في الفيديو ده مركز معاك جدا على اقل امكانيات معاك، يعني علبة الوان خشب ومجرد ورقة وبتبدأ ترسم. حاولوا دايما وانتوا بتلونوا تختاروا ورق خشن ترسموا عليه. اللي في الفيديو ده يا جماعة مش ورق خشن، ورق ناعم. عملت دي لحكمة شوية، ان انا اشتغلت على ورق ناعم عشان اصعب على نفسي التمرين، وعشان ابين للمبتدئ برضو لو معاك اي حاجه تقدر تشتغل بيها. يعني ببساطه لو انت ما عندكش ورق خشن ما توقفش الدنيا معاك، اشتغل على ورق ناعم زي ما انا شغال معاك في الفيديو. واحنا بنظلل نركز جدا على اتجاهات الخطوط. اهم حاجه وانت بتتفرج على اي رسام على اليوتيوب انك تركز بعينك على اتجاهات الخطوط اللي هو بيرسمها، عشان تقدر ترسم الرسمه حلوه جدا وتطلعها بشكل جميل.
طول ما انت شغال وبتلون براحتك خالص بدون ضغط على القلم، انت بتدي لنفسك فرصة تدمج الوان اكتر مع بعض، وده بيدي الرسمة بتاعتك واقعية وبيخليها جميلة جدا وبتفتح نفسك اثناء الرسم. فعشان كده من الحاجات اللي بحذرك منها كتير جدا اللي هو عدم الضغط على القلم اثناء التلوين. الالوان الخشبية يا جماعة ممكن تبقى قريبة شوية من خامة القلم الجاف في حاجات معينة، مثلا ان انا ببدأ هنا في الغامق وبدرج منه للفاتح، تمام؟ الجاف برضو نفس الموضوع. دلوقتي هنشتغل في الشنب بتاع الكبير قوي، وفي كام نقطه مهمين لازم اقولهم لك وانت بتلون بالالوان الخشبيه. انا هنا ما بضغطش على القلم خالص، الاول احدد الاوت لاين بتاع الشنب تمام براحتي خالص لحد ما اتاكد ان هو صح، ولازم اكون باري القلم كويس جدا. النقطه دي مهمه جدا يا جماعه، عشان لو انت مش باري القلم كويس هتلاقي الاوت لاين بتاعك بيكبر منك وبيضايقك، وهتحس ان هو مش شبه الصوره خالص. فعشان كده لازم تبقى باري القلم كويس جدا. بعد كده تبدا تجيب الاوت لاين براحتك لحد ما تتاكد ان هو مظبوط، بعد كده تبدا تغمق الدرجه بتاعتك. لما انا جيت لونت هنا الشنب ما جبتش الدرجه الداكنه في الاول، لازم الاول اعمل اول طبقه ان انا اقفل مسام الورقه البيضة دي، يعني بدي اول درجه خالص براحتي خالص من غير ما اضغط على القلم تمام. وبشتغل برضو بطرق التظليل اللي احنا عارفينها، الهاتش والكروس هاتش والاسكامبل. الهاتش ان انا بظلل بخطوط جنب بعضها، والكروس هاتش ان انا بعمل خطوط عكس بعضها، والاسكامبل اللي هي تظليل بشكل دائري على الورقه. وطريقه الاسكامبل هتلاقيها من اكتر الطرق اللي تنفعك في التلوين جدا وفي دمج الاوت لاين مع الرسمه. يعني لو انت عايز تطلع شغل واقعي، طريقه الاسكامبل اللي هي التظليل بشكل دائري على الورقه دي اكتر طريقه تطلع معاك الرسمه واقعيه جدا. يبقى زي ما اتفقنا يا فنانين الكوكب، لازم وانت بتلون ما تجيبش الدرجه الداكنه من الاول، انت بتبدا تدي طبقه وتكون عليها طبقه فوقيها كمان وهكذا لحد ما تجيب الدرجه الغامقه جدا، زي ما انا شغال دلوقتي معاك في الشنب بتاع الكبير قوي. طبعا يا جماعه الامكانيات احيانا بتفرق، ولكن ما ينفعش نقف عندها عشان نطور مستوانا. يعني انا معايا الوان خشب رخيصه جدا وورقه رخيصه، وبدات اشتغل وارسم عادي جدا، ما قلتش انا معيش امكانيات وكده. طبعا انا بعمل كده قدامك عشان ابين لك ان انت ممكن تشتغل بابسط امكانيات معاك، وزي ما اتفقنا ان التدريب ده ممكن تشتغل فيه بالوان فيبري كاسل، الوان فيبري كاسل المائيه، ودي يعتبر ارخص الوان خشبيه ممكن تكون متاحه لاي مبتدئ. النقطة المهمة في الألوان الخشبية بالذات اللي لازم أأكد لك عليها كمبتدئ، إنك وأنت بتلون بتكون طبقات كتيرة فوق بعضها، ما بتضغطش على القلم، تمام؟ يعني ما تجيبش الدرجة الداكنة في الأول، لأنك لو جبت درجة غامقة في الأول يبقى أنت وقعت نفسك في غلط من بدري، وممكن ما تقدرش تعدل على الرسمة ويجيلك إحباط وتيأس من الرسم. فعشان كده ابدأ دايما بالدرجة الخفيفة، بعد كده ضيف عليها الأغمق منها. لو ركزنا دلوقتي في تحديد الوش كده من كبير قوي، ببدأ الأول بدرجة البيج الفاتحة الأول، أول حاجة ببدأ بيها درجة البيج، وبشتغل بالقلم براحتي خالص جدا لحد ما يدمج معايا اللون بدون ما أضغط على القلم عشان الورقة ما تبصش مني، وأقدر أضيف طبقة بسهولة جدا جديدة للطبقة اللي أنا شغال بيها دلوقتي.
نزل لكم الصوره بالتقسيمات بتاعتها بطريقه التبسيط اللي انا عاملها. يا ريت كل المبتدئين يبداوا معايا في التدريب ده عشان مستواهم يتطور جدا في الالوان الخشبيه. وزي ما باكد عليكم تاني ان الامكانيات في الرسمه دي بسيطه جدا، فعشان كده حاول تبدا معايا في الالوان الخشبيه دي. والكورس ده كورس جميل جدا وهيكون بسيط لكل مبتدئ. وبكده احنا خلصنا الجزء الثاني ببساطه وتعلمنا فيه حاجات حلوه. محدش ينسى بقى يعمل لايك ضروري جدا عشان دي اكتر حاجه بتدعمني، واشتراك في القناه وتفعيل زر الاشعارات عشان اول ما انزل فيديو يوصل لك اول باول. اشوف فيديو جديد يا اجمد فنانين في الكوكب.